اكتشافات ضخمة من المعادن النادرة في تركيا تقوض هيمنة الصين على هذا المجال الحساس، وتجعل إسطنبول لاعباً رئيسياً في صراع المعادن النادرة بوصفها مالكاً لثاني أكبر احتياطي من هذه المعادن بعد الاكتشافات الأخيرة. مرحباً أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو بلس. لطالما ارتبطت صناعة المعادن النادرة بالسيطرة الصينية شبه المطلقة، حيث تحتكر بكين لوحدها ما يزيد عن 90% من إنتاج هذه الموارد الحيوية على مستوى العالم. هذه الهيمنة التي استمرت لعقود جعلت من الصين لاعبا وحيدا في سوق يعتبر عصب الصناعات الحديثة، من الإلكترونيات الدقيقة إلى تكنولوجيا الفضاء، ومن المعدات الطبية المتطورة إلى أنظمة التسليح الحديثة. في خضم هذا المشهد يأتي الإعلان التركي عن اكتشاف احتياطات ضخمة من هذه المعادن ليقلب الموازين القائمة ويفتح الباب أمام إمكانية وجود بديل عن الاحتكار الصيني. فما هي أهم تفاصيل الثروة التركية الجديدة من المعادن النادرة، وكيف تعمل تركيا على استغلال هذه الورقة على الساحة الدولية، وهل ستسمح الصين لتركيا بنقل تكنولوجيا تصنيع تلك المعادن، أم ستتخوف من صعود تركيا الصاروخي في السنوات القادمة في هذا المجال الذي تحتكره بكين؟ وما هي أهم التحديات التي تواجه تركيا في هذه الصناعة؟ كل هذا والعديد من الأسئلة الأخرى سوف أشرحها لكم وأجيب عنها بعد هذا الفاصل. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو بلس. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الضغط على زر الإعجاب حتى أعرف عددكم. ونعود لموضوع حلقتنا، ففي خضم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى التي يشهدها العالم اليوم، تبرز قضية الموارد الاستراتيجية كواحدة من أهم الملفات التي تشغل بال صناع القرار في الدول الكبرى والصاعدة على حد سواء. ومن بين كل الموارد الطبيعية تأخذ المعادن الأرضية النادرة موقع الصدارة في هذه الاستراتيجية العالمية، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه في الصناعات التكنولوجية والعسكرية المتقدمة. وفي هذا السياق تشكل الاكتشافات التركية الأخيرة في مجال هذه المعادن نقطة تحول كبرى قد تعيد رسم خريطة توزع القوى الاقتصادية والصناعية في العقود القادمة. فالتفاصيل التي كشفت عنها وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية تشير إلى وجود احتياطات تقدر بنحو 694 مليون طن من المعادن النادرة في منطقة إسكيشاهير وسطاء الأناضول. هذه الكمية الهائلة بحسب تقديرات الخبراء تكفي لتلبية احتياجات السوق العالمية لعدة قرون قادمة، مما يضع تركيا في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين مباشرة من حيث حجم الاحتياطات المؤكدة. الأهم من ذلك أن التحاليل الأولية أظهرت تنوعا كبيرا في أنواع العناصر الموجودة، حيث تم رصد 10 عناصر نادرة من أصل 17 عنصرا معترفا بها عالميا. من بين هذه العناصر مواد بالغة الأهمية مثل النيوديموم الذي يدخل في صناعة المغناطيسيات القوية المستخدمة في محركات السيارات الكهربائية والتوربينات الريحية، والإتريوم الضروري لصناعة شاشات العرض المتطورة وأنظمة الليزر، والثوريوم الذي يعد وقودا محتملا للمفاعلات النووية من الجيل الرابع. هذا التنوع في المواد يجعل من الموقع التركي موقعا استراتيجيا بامتياز، حيث يمكنه تلبية احتياجات قطاعات صناعية متعددة ومتنوعة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يخفي أهمية هذا الاكتشاف عندما أشار إلى أنه سيشكل محوراً للتنمية الصناعية في البلاد خلال 100 عام القادمة.
هذه التصريحات ليست مبالغة إذا ما نظرنا إلى الأرقام التي تطرحها الحكومة التركية حول خططها الطموحة في هذا القطاع. فبحسب البيانات الرسمية تهدف أنقرة إلى معالجة 570 ألف طن سنويا من هذه المعادن عند اكتمال البنية التحتية الصناعية اللازمة، وهو رقم ضخم بكل المقاييس إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الإنتاج العالمي الحالي لا يتجاوز 240 ألف طن سنوية، ما يعني أن تركيا قادرة على إنتاج هذه المعادن بكمية تفوق ما ينتجه كل العالم حاليا بمرتين لمدة تزيد عن أكثر من 300 عام متواصلة. وما يعزز من فرص تركيا في تحويل هذه الموارد إلى قوة اقتصادية حقيقية هو امتلاكها بالفعل لبنية صناعية متطورة في مجالات متعددة مثل الصناعات الدفاعية والطيران وتكنولوجيا المعلومات. هذه الخبرات المتراكمة يمكن أن تشكل أساساً متيناً لبناء سلسلة متكاملة للمعادن النادرة تبدأ من الاستخراج مروراً بالمعالجة والتكرير وصولاً إلى التصنيع النهائي للمنتجات عالية القيمة. هذا النهج التكاملي هو ما يميز الدول الصناعية الكبرى عن تلك التي تقتصر عن تصدير المواد الخام، لكن الطريق إلى تحقيق هذه الطموحات ليس مفروشا بالورود، بل يواجه تحديات جسيمة يجب أن تأخذها أنقرة في الاعتبار. التحدي الأول والأهم يتمثل في التكنولوجيا اللازمة لمعالجة هذه المعادن، حيث أن الصين تحتكر حاليا ما يزيد عن 85% من قدرات التكرير والمعالجة العالمية. عمليا فصل العناصر النادرة عن بعضها البعض ومعالجتها إلى أشكال قابلة للاستخدام الصناعي تتطلب تقنيات متقدمة وخبرات متراكمة على مدى عقود. هذا يعني أن تركيا ستكون بحاجة إما إلى تطوير هذه التقنيات بشكل محلي وهو مسار طويل ومكلف، أو إلى إقامة شراكات استراتيجية مع جهات تمتلك هذه المعرفة. التحدي الثاني يتمثل في حجم الاستثمارات المطلوبة والتي تقدر بمليارات الدولارات. فإنشاء مصانع لمعالجة وتكرير تلك المعادن يتطلب رؤوس أموال ضخمة، ناهيك عن تكاليف البحث والتطوير والبنية التحتية اللازمة. في هذا الصدد قد تكون الشركات الدولية خيارا جذابا لتركيا، خاصة مع الدول التي تسعى للحد من اعتمادها على الصين في هذا المجال الحيوي. بالتالي اتفاقية التعاون التي وقعتها أنقرة مع بكين في أكتوبر 2024 في مجال التعدين والموارد الطبيعية قد تشكل خطوة أولى في هذا الاتجاه، رغم ما قد يثيره ذلك من مخاوف لدى بعض الأطراف الدولي. أما التحدي الثالث فيأتي من الجانب البيئي، حيث أن عمليات استخراج المعادن النادرة ومعالجتها ترتبط عادة بتأثيرات بيئية سلبية إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح. هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. لذلك ستحتاج تركيا إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لضمان استدامة عملياتها وتجنب الانتقادات الدولية التي قد تؤثر على سمعة منتجاتها. ورغم كل هذه التحديات، تمتلك تركيا عدة مزايا نسبية قد تساعدها في تحقيق طموحاتها في هذا القطاع الحيوي. أولها الموقع الجغرافي الاستراتيجي لأنقرة الواقع بين أوروبا وآسيا، مع بنيتها التحتية اللوجستية المتطورة يجعلها مركزاً مثالياً لتوزيع الإمدادات، كما أن شبكة علاقاتها الدولية المتنوعة مع الغرب والشرق على حد سواء قد تتيح لها فرصاً لبناء تحالفات استراتيجية في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، فإن امتلاك تركيا لسوق محلية كبيرة نسبياً في بعض الصناعات التي تعتمد على هذه المعادن مثل صناعة السيارات والإلكترونيات قد يوفر أساساً جيداً للطلب المحلي الذي يمكن أن ينطلق منه التوسع العالمي فيما بعد. وبالنسبة للآثار الاقتصادية المتوقعة لهذا الاكتشاف، قد تكون تحويلية للاقتصاد التركي إذا ما أحسن استغلالها،
حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن القيمة السوقية للاحتياطات الواقعة في أسكي شهير قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، مع إمكانية إضافة ما بين 1-2% للناتج المحلي الإجمالي السنوي عند استغلالها بالكامل. لكن القيمة الحقيقية تكمن في الإمكانيات الصناعية التي تتيحها هذه الموارد، حيث يمكن أن تشكل أساساً لصناعات تكنولوجية متقدمة داخل تركيا نفسها، بدلاً من الاكتفاء بتصدير المواد الخام كما يحدث في كثير من الدول النامية الغنية بتلك الموارد. أما على المستوى العالمي، قد يمثل الاكتشاف التركي بارقة أمل للدول التي تسعى للتحرر من التبعية للصين في هذا المجال الحيوي. فمع تصاعد التوترات التجارية بين بكين والغرب، وخاصة في ظل سياسات تقييد الصادرات التي تتبعها الصين أحياناً كأداة للضغط السياسي، تبحث دول كثيرة عن مصادر بديلة لهذه المواد الاستراتيجية. في هذا السياق، قد تجد تركيا نفسها في موقع الوسيط الذي يمكنه تحقيق التوازن في سوق كانت أحادية القطب لوقت طويل. وبمناسبة الأبعاد الجيوسياسية لهذا الاكتشاف التي لا تقل أهمية عن البعد الاقتصادي، ففي عالم تتصاعد فيه النزاعات التجارية والتكنولوجية بين القوى الكبرى، تتحول الموارد الاستراتيجية مثل المعادن النادرة إلى أدوات ضغط سياسي. وامتلاك تركيا لمثل هذه الموارد قد يعزز من مكانتها التفاوضية على الساحة الدولية مستقبلاً، ويمكنها من بناء تحالفات جديدة مع الدول التي تسعى لتنويع مصادر توريدها لهذه المواد الحيوية. في الوقت نفسه، سيتطلب هذا الأمر من أنقرة سياسة خارجية متوازنة ودقيقة، قادرة على التعامل مع مختلف الأطراف دون الدخول في صراعات غير ضرورية. بالتالي، التجربة التاريخية لمعظم الدول النامية الغنية بالموارد الطبيعية تشير إلى أن امتلاك الموارد وحدها لا يكفي لضمان التنمية الاقتصادية، بل يجب أن يصاحبه بناء قدرات صناعية وتكنولوجية محلية. في هذا الصدد، تبدو تركيا في وضع أفضل نسبياً مقارنة بالعديد من الدول النامية الأخرى، وذلك بفضل التقدم الذي أحرزته في العقود الأخيرة في بناء قاعدة صناعية متنوعة. ومع ذلك، فإن التحول إلى لاعب رئيسي في سوق المعادن النادرة يتطلب أكثر من مجرد امتلاك الاحتياطات، بل يحتاج إلى استثمارات ضخمة في البحث والتطوير وبناء الكفاءات البشرية المتخصصة وإقامة شبكات توزيع وتسويق عالمية. وبناء عليه، يمكن القول أن الاكتشافات التركية للمعادن النادرة تمثل فرصة تاريخية لأنقرة لتعزيز مكانتها الاقتصادية والصناعية على الساحة الدولية. لكن تحقيق هذه الطموحات يتطلب رؤية استراتيجية واضحة واستثمارات ضخمة في التكنولوجيا والبحث العلمي وبناء شراكات دولية ذكية. فإذا نجحت تركيا في تحويل هذه الموارد الطبيعية إلى قوة صناعية وتكنولوجية، فقد تصبح نموذجاً يحتذى به للدول النامية الأخرى التي تسعى للتحرر من لعنة الموارد والانتقال إلى اقتصاد المعرفة والصناعات المتقدمة. إذن النجاح في هذا المسار لن يعود بالنفع على تركيا لوحدها، بل قد يساهم في تحقيق توازن أكثر استقراراً في السوق العالمي للموارد الاستراتيجية، مما يخدم الاقتصاد العالمي ككل في نهاية المطاف. وتركيا لم تدخر جهداً كبيراً للقول أنها لاعب صاعد في هذا المجال، حيث حققت رقماً قياسياً تاريخياً عبر مبيعات إلى أكثر من 100 دولة في سنة 2024 بقيمة بلغت 1.3 مليار دولار لقاء بيع المعادن النادرة التركية. وهذه القضية التي تثير الآن الحرب التجارية بين أمريكا والصين، لاحظنا أن ترامب ذهب إلى أوكرانيا
وقام بعقد صفقة من أجل الاستحواذ والسيطرة لاستغلال تلك المعادن النادرة الموجودة في أوكرانيا لمقاومة الاحتكار الذي تطبقه الصين على العالم. ودخول تركيا من الباب الكبير عبر احتياطات ضخمة توازي احتياطات أوكرانيا بعشرات المرات، هذا يدل أن تركيا ستكون محط اهتمام كل القوى الكبرى من أجل الاستفادة من المخزون التركي، وكذلك الدول النامية ستكون عينها على طريقة استخراج تلك المعادن وكيفية توزيعها وما إلى ذلك، وهذا قد يساهم في تحقيق استقلالية نسبية لتلك الدول النامية حتى تندرج وتندمج بشكل أفضل في السوق العالمية ولا تصدر مواردها الخام فقط، بل تصبح دول صناعية من الدرجة الأولى. وبهذا تكون تركيا قد كانت نموذجا للدول النامية وحلا وملجأ للدول المتقدمة لكسر الاحتكار الصيني في هذا المجال. والصين ليس لديها خيار سوى محاولة الدخول مع تركيا في شراكة حتى تكون لها نسبة من هذه المعادن، حتى لا تخسر جزءا كبيرا من سوقها، وحتى تكون الصين على اطلاع بكل ما يحدث في العالم. لذلك تركيا تستفيد من الصين وأمريكا والدول النامية وتجعلهم كلهم يدورون حول فلك المصالح التركية. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو بلاس، أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.